من بعد انتشار عدة إشاعات على أن نارين بيوتي على علاقة حب مع حبيب سري على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني شك المتابعين كان بمحله. هل ملاقطيني من زمان كارول؟ واو. ومن بعد ما تداول رواد السوشيال ميديا صور له، ها هي اليوم نارين بيوتي تعلن رسميا عبر مقابلتها مع كارول ضمن برنامجها Get Real with كارول على أنها تعيش علاقة حب. في حدا بحياتك؟ في. وحكت أيضا عن قصة لقائهم الأول واللي كان بعشاء صديق مقرب لهم، فحكت نارين معه خلال العشاء وطلب منها الزواج من أول لقاء لهم. لتنصدم نارين من هالشي، لتبلش قصة حبهم ويتعرف على أهلها ويتعرف على نارين أكتر، حيث حبوه أهلها وبشكل كتير كبير. كان في عشاء عيد ميلاد، كان في بيننا صديق مشترك، بس كنت حاسة إنه هو يعني هيك في نظرات ينو عم يتطلع. ايه اجا وقعد يحكي معي. اوكي. قال لي انا اسمي هيك، عمري هيك، هو حكى لي سيرته الذاتيه بالفعل. ولمحت نارين انه اعلانها عن الخطوبه حيكون قريب جدا. انت مخطوبه؟ لا في ما في شيء. اوكي. انا اذا بخطب اكيد حخبركم، بس انه حاسه في شيء على الطريق قريبا كثير. ولكن واللي شد الجمهور أكثر خلال المقابلة هو تصريح نارين أن حبيبها من غير دين، ولكن صرحت أنه راح يغير ديانته ويتزوجوا. قلتي لي أنه الموضوع جد، وذكرت قبل شوي أنه هو من غير دين، كيف؟ أنا شفت فيه كل الصفات اللي أنا كنت متمناها بشريك أو زوجي المستقبل، فحكينا كثير بالموضوع اكيد هيك، والحل كان انه هو يغير دينه. غير دينه؟ يعني عن جد صارت جد الخبريه، انا ناطره دعوتي توصل نارين. فشو رايكم بالكابل نارين وحبيبها السري مع بعض؟ ومتى برايكم حتعلن نارين عن خبر خطوبتها؟ شاركونا رايكم بخانه التعليقات.